مبين نوها أنا تلميذة من المدرسة الابتدائية محمدية الرابعة قوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. أما بعد، الحمد لله شكرا الله على نعمه كثيرا حتى نحضر هنا الآن بالجسم السليم والعقل السليم والإيمان الدائم. الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون، سأعطيكم التوصية بالموضوع إسلام ومحمدية. حاضرين رحمكم الله، الإسلام جميل وكذلك المسلم. جاء الإسلام كرديا في جاهلية العرب، ودين العقل ودين التسمم ودين الأخروية. لما العربيون يقتلون الأب أبناءهم الأنثى جاء الإسلام بحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لما العربيون يعبد الأصنام جاء الإسلام قرآن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حاضرين رحمكم الله، في زمان رسول الله كانت الإسلام دينا حنيفا ولا عدوا ولا شركا. الصحابة الأنصار والمهاجرين ينصر بعضهم بعضا ويسد بعضهم بعضا كأنهم بنيان وجسم واحد. ولكن الإسلام الآن قريبا وحليفا بسبب أمته لا يطلب العلم بالصحيح ولا يفهم القرآن بالصحيح ولا يتعلمون الحديث بالصحيح. هيا ننظر معا، إذا مات أبا أحد وأملى أبناؤه بشكر موته في ثلاثة أيام، سبعة أيام، حتى 40 يوما. وهذه أمرينة متعة إذا قلنا إليه أنما أمره خطأ فخدف إليها. ويقولون ويجادلون بغير علم. إن فكرت أن تهليل المريض ثلاثة أيام عبادة فهو بدعة. إن فكرت أن النكاح في شوال خير جالس فهو تحيل. وإن فكرت أن جبل سوراوتي جبل كتير فهو خرافات. اعلم الأصل في العبادة حرام إلا ما دلت دليل عليه. حاضرين رحمكم الله، فلذلك أيها الحاضرون جاء إلينا الآن محمدية، جمعية التبليغ، جمعية التعليم، جمعية الدعوة الذي أقامها قيادي أحمد دهلان الحاج. لماذا؟ لنكون راجعين إلى دعوة الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنكون سالمين في العبادة والعقيدة، ولنكون بالسنة الصحيحة. اعلموا أن محمدية جمعية حركية، حرك فيها مسلم نشيط، مسلم مجتهد،
wa muslimun mujaddidun lil Islam liyakuna al Islam nadifan minal bidai wasyirki wal kufar. Hadirin rahimakumullah, kafai nabi hati tausia asallahu ayyan fana ulumin nafi'an barakallahu lana walkum ilal liqa fastabiqul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.